بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس سي بلس بلس. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الفانكشن، واتكلمنا عن الفانكشن ازاي تاخد مننا بارامتر، وازاي تخرج الاوتبوت بتاعها من جواها، وازاي ينده عليها في حاله ان هي نوعها void. طب نفرض ان الفانكشن بتاعتنا دي عايزينها ترجع لنا قيمه معينه. طب هترجع لنا القيمه دي نعمل بيها ايه؟ احنا هنا لما حطينا سام ايكوال سام اوف 10 و20، هينفع استخدم القيمه دي في حاجه؟ لازم احطها جوه فاريبل تاني واستخدمها، صح؟ اقول له انت ايه بتساوي كذا. شايفين مطلع لنا ايرور ليه؟ الفانكشن دي وظيفتها ان هي بتعمل سي اوت للحاجه، بتطبعها بس، انما ما ينفعش اخد الداتا بتاعتها استخدمها في حاجه تانية. يعني ما ينفعش اخد القيمه بتاعت الناتج بتاع الجمع ده واستخدمه في معادله تانية. طب نفرض ان احنا عايزين نستخدمه، احنا محتاجين، يبقى لازم في الحاله دي اخلي الفانكشن بتاعتي بتعمل حاجه اسمها ريتيرن. يعني بدل ما هي بتعمل سي اوت دي، هقول له يا سيدي اعمل لي حاجه اسمها ريتيرن للتوتال. طب هي عشان تعمل ريتيرن للتوتال دوت، عشان تعمل ريتيرن للتوتال ده، لازم هنا بدل void احط نوع للفانكشن، نوع للريتيرن داتا اللي هترجع. التوتال ده نوعه ايه؟ انت. يبقى هي هترجع لي انت. التوتال ده كان نوع دابل، يبقى هي هترجع لي دابل. التوتال ده نوع كاركتر، يبقى هي هترجع لي كاركتر. ايا كان ايه النوع اللي موجود عندي هنا اللي انا هرجعه، الداتا اللي انا هخلي الداتا اللي هخلي البرنامج بتاعي يرجعها، هي دي اللي ايه اللي هحط نوعها فوق جنب اسم الفانكشن. طيب لما نيجي ننده عليها بالشكل ده دلوقتي هتعمل لنا مشكله. يعني انا دلوقتي لو عملت ران، ما طلعليش حاجه. ليه؟ انا ندهت على الفانكشن بس ما قلتلوش يعمل بيها ايه، كاني بالظبط قلت له اكس بتساوي 5. اكس بتساوي 5، الامر ده بينفذ حاجه؟ ما بينفذش ولا حاجه. طب انده عليها بقى صح ازاي؟ يا اما اجي تحت هنا اقول له سي اوت يا سيدي للسم بتاع الاكس والواي، وادي اند لاين، او اجي اقول له ان توتال اللي احنا معرفينه من شوية ده بيساوي سام بتاع 10 و20. وبعد كده يا سيدي قول له بقى سي اوت لتوتال، قول له هنقول له هنا اهو كده سي اوت لتوتال زائد 50، هو دي اند لاين. يبقى انا كمان دخلت الناتج اللي طلع لي في عملية حسابية تانية. هعمل ران دلوقتي، دلوقتي بدأ يطلع لي نتائج. طيب قبل كده ما كانش بيطلع نتائج ليه؟ طريقة النده بتاعت الفانكشن كانت غلط، تمام؟ طيب نجرب كده، نعمل مثال تاني. هنقول ان احنا عايزين ندخل رقمين ونجيب الرقم الاكبر ما بينهم. طيب احنا كده محتاجين ايه؟ هنعمل الفانكشن بتاعتنا، هنشتغل على ارقام نوعهم دبل، تمام؟ وهسمي الفانكشن بتاعتي ماكس. ماكس دي بتاخد نم واحد ونم اتنين، تمام؟ طيب انا عشان اقارن بين رقم واحد ورقم اتنين دولت، انا محتاج ايه؟ رقم واحد ورقم اتنين هيجولي من بره، مش انا اللي هدخل. هبدا اقول له لو رقم واحد اكبر من رقم اتنين هيعمل ايه؟ لو رقم واحد اكبر من رقم اتنين، رجع لي يا سيدي رقم واحد. شو هو ده ساعتها هو الاكبر؟ غير كده return num 2. طيب نيجي بقى للمين بتاعنا، نبدأ نتعامل معاه ازاي. كل اللي هعمله هقوله int الماكسيمم بيساوي max بتاع رقمين 90 و50،
وهقول له بعد كده سي اوت للماكسيمم واند لاين وابدا اشغل. طبعا احنا في حاجة غلط جدا عملناها هنا، هو البرنامج اشتغل بس لو كان الرقم كبر عن كده كان حصلت فيه مشكلة. انا قايل له انت ماكسيمم تمام، وفوق قايل له نوع الفانكشن بتاعي ايه، دبل. طب ماكسيمم هيرجع فيها دبل ولا انت؟ هترجع دبل. طب انا حطيت الدبل جوه انت. طبعا هو هنا ما ظهرت لناش مشكلة لان احنا مش مستخدمين كسور، لو الارقام اللي احنا مستخدمينها فيها كسور كانت عملت لنا مشكله. يعني انا لو جيت دلوقتي قلت له بتاع 90.5 و50.2 وعملنا تشغيل، طلع لي ان الناتج كام؟ 90. هو عمل هنا ايه؟ عمل كاستنج، حول لي القيمه اللي هي الدبل لقيمه صحيحه. الصح ان انا كنت اعمل ايه علشان ابقى ماشي صح 100%؟ ان انا بدل انت دي كنت اجي هنا اقول له دبل يا سيدي. ونجرب كده نشغل دلوقتي، هيطلع لنا الكسور عادي جدا، طلع لي 90.5. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الفانكشن لما تبقى بترجع حاجه بترجعها ازاي. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.